عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة رويد إسلام. هديتي لكم هذا التسجيل على الطائر على قولهم من داخل السور، من داخل سور الطائر. والدي اشتغل فيها من يوم هو يمكن عمره 20 سنة. صوت شوي عبد. كان له 20 سنة شغلة. من 20 سنة. وهو عمره 20 سنة. 20 سنة. ومارس الشغلة هذه، أول ما كان يعني كان يعني. كم يحلوا أول ما مارسها؟ مارسها في زقاق المهراس. زقاق المهراس. إيه. إيه. بعدين طلعوا هنا. فوق. بعدين طلعوا هنا في الشارع هذه من المنشية. إيه. واشتغلوا. يا ربي لك الحمد. كانوا كم محل؟ كانوا اثنين محل. لا يعني اللي معاكم جنبكم كانت دحين كان عم سعد محمود مصلي ايوه وموسى علاوي نعم والطلحي وسعد الدحيمي والجازي ايوه ثبيت ايوه نعم. ما عاد بقي الا الحين انا ولد الطلحي. كم لكم هنا في الموقع هذا؟ بعد ما نقلتوا من هناك. نقلنا من هناك يمكن 30 سنة. والله ما شكل يا عبد الله من 30. يعني بخلينا نشوف 30 سنة. يوم تبنت هذه انتوا. يوم على 1401 نقلنا من هناك. اي خلاص 36 سنة. دكاكين الصيد. اي الصيد في بعدين جيتوا هنا. اي يوم تعمرت هذه. نعم. صنعوا شيء. ازيار وشراب ومراوح ومباخر زي اول قديمة يعني الناس كانوا ما كان جانا المباخر هذه اللي بالحس. جديدة كانت مباخر طين. يا رب. وجات عليها طلبها. أيوة جات إلى الآن. لأن سبحان الله. صحيح. الغرير هذه ما ميتة. سبحان الله يحيى الطين هذا. إذا نحن فيها خلقناكم فيها نجيك. والحمد لله تجدد الماء يعني يعطون الناس في الحرب إذا شافوا واحد يحترم قالوا هذا صح. فينا من اليمن وفينا من الباكستان. طيب مهما زهدت ماسك عن والدك. أيوه. طيب أولادك لهم اهتمام فيها ولا؟ يجيد الله خير. تعدي راسهم على العمل. صنعة ابوك لا ابوك حيكمل ان شاء الله. طبعا كنتوا اخوي عبد الله غير يعني ما كانت الاصناف بهذه الكثره صح؟ يعني كانت اقل شويه. لا كانت موجوده. بالكثره يعني اصناف كثيره. الزنابيل موجوده ايه. وكل شيء ايه. موجود والمراوح اللي كانوا يتروحون نعم. نعم. كانوا يطلعون على الخصب والخصب كانت ايه. يطلعون على الاسطحه حقت البيوت الشعبيه ايه. ويربضون ويتهوى ويتهوى وهي نوم ايه. ولا يبغى مكيف بس اظن كان يعني تبيعوا معاها كنتوا دجاج حاجه زي ايوه دجاج حمام ارانب ايه. الاقفاص الخشب الاقفاص الخشب ايه. لانه كان الحراج هنا كان الحراج جنبنا بعدين نقلوه هناك بعد ما نقلوه بس ولا قبل كان هنا كان ما شاء الله الجمعة تشوف هنا الدنيا مقلوبة ما تذكرها فعلا اللي جاء ايه. علي صيرفي الله رحمة الله أول ما حط الفندق هنا ايه. الرجال في شهامة تعرف من أول كان نعم. له صيته علي صيرفي نعم ما يحتاج هو من أساس ربع وهجهج على البلدية وهجهج من هنا قال أبو شيلوا ذا أنا ما غير يصيحون على البناء الناس نايمين وهجهم وراحوا عودة ايوه يوم قعدوا في عودة ما هذا تعرف البيت ايه المزغدية ايه المزغدية حقت ناس يعني ما هي حقت ناس ودحين حذفوها مرة دحين اخر الدنيا والحمد لله تسمع يوم الجمعة هنا الحلقة فوق والدجاج هنا والطيور والدنيا كأنك في مولد حلقة الخضرة يوم كانت هنا ايوه الله اكبر ابو هاشم ابو هاشم الاحمر ايش اسمك عبد الله احمد الاحمر عبد الله احمد محمد الاحمد خلاص صلاتك عليك